شركه ريكورد. يا جماعه يا من الحلوه، ترى باقي ما خلصت، باقي مستمره. احنا في جده ويفز، المكان الوحيد في موسم جده اللي اذا جيته تستمتع في البحر. تبغى موج، تبغى بحر، تبغى دبات، تبغى كاكي، تبغى اللي تبغى، بحر هنا. راح اخذكم في جوله، حنعيش ونغوص ونسبح ونفل يعني. يلا روح عيش. اوه نسيت اقول لهم حاجه، تعال تعال تعال، نفس الريك، خليك الثاني. يا جماعه اللي يبغى يسوي ثاني يجي هنا برضه. بس شكرا. تلبسوا يلا نروح سوا. يلا ترى ما ابغى انزل لحالي. البحر الاحمر من اجمل الاماكن اللي الواحد بلا شك يغوص فيها ويسبح فيها وينبسط فيها. طبعا حنعيش اليوم تجربه ان شاء الله. ان شاء الله الحين نظبطك احلى تصوير. شايفين لما نقول لكم ان الفعاليات كثيره؟ تفضل. يعني هي صراحه ما هي بس متعه ورياضه. اوكي قبعنا، والله العظيم يدي شدت اول مره، يعني احرك يدي من زمان زي كذا، ولسه كمان فيه زي الدراجه. الحين نروح نجربها. خلاص اقوم. نفسي مقطوع. لما كنت صورني وانا اقول بدوخ ايش صار؟ علمهم. قالوا دوار بحر. والله دوار بحر فظيع. انا احب اقول شكرا لهذول الاثنين اللي معاي اليوم، نواف وصبري، واحب اقول لكم هابي بيرثدي. اليوم يوم ميلادهم بالصدفه مع بعض، ظبطناهم في عيد ميلادهم. والله مره شكرا. انا توني فقت فعشان كذا جيت اخذتهم مره ثانيه. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. نشوفكم على خير. شكرا.